بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا زال كلامنا في حديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام حول إمامة الأئمة عليهم الصلاة والسلام وقد ذكرنا شطرا من هذا الحديث الشريف في الحلقة الماضية. واما الان فنتم هذا الحديث ببيان ما ذكر فيه، بعد ان ذكر الامام الصادق عليه الصلاة والسلام الادلة القرآنية والأدلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه واله المتواترة على إمامة أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام وإمامة الحسن والحسين ومن جملة ذلك كان آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وأن هذا هذه الآية الشريفة نزلت في أمير المؤمنين علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام كما روته الخاصة والعامة وقد تكرر حديث الكساء في منزل عائشة وفي منزل أم سلمة وفي أماكن أخرى كما ذكرنا في الحلقة الماضية وروى ذلك العامة والخاصة. يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: "فلما قبض رسول الله صلى الله عليه واله، كان علي أولى الناس بالناس، لكثرة ما بلغ فيه رسول الله صلى الله عليه واله، وإقامته للناس، وأخذه بيده". فلما مضى علي عليه السلام لم يكن يستطيع علي ولم يكن ليفعل أي يدخل محمد بن علي ولا العباس بن علي ولا واحدا من ولده إذن لقال الحسن والحسين إن الله تبارك وتعالى أنزل فينا كما أنزل فيك فأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك وبلغ فينا رسول الله صلى الله عليه وآله كما بلغ فيك وأذهب عنا الرجس كما أذهبه عنك. فلما مضى علي كان الحسن عليه السلام أولى بها لكبره. فلما توفي لم يستطع أن يدخل ولده ولم يكن ليفعل ذلك. والله عز وجل يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فيجعلها في ولده. اذن لقال الحسين امر الله بطاعتي كما امر بطاعتك وطاعة ابيك وبلغ في رسول الله صلى الله عليه واله كما بلغ فيك وفي ابيك واذهب الله عني الرجس كما اذهب عنك وعن ابيك فلما صارت الى الحسين لم يكن احد من اهل بيته يستطيع ان يدعي عليه كما كان هو يدعي على اخيه وعلى ابيه. لو أراد أن يصرف الأمر عنه ولم يكن ليفعله ثم صارت حين أفضت إلى الحسين فجرى تأويل هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ثم صارت من بعد الحسين لعلي بن الحسين ثم صارت من بعد علي بن الحسين إلى محمد بن علي ذكرنا في الحلقه الماضيه الشطر الاول من هذا الحديث الشريف الذي يتضمن الدلائل القرانيه وكلام رسول الله صلى الله عليه واله في امامه امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام فلما قبض رسول الله صلى الله عليه واله كان علي عليه السلام اولى الناس بالناس لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه واله قد بلّغ ما أنزله الله إليه في علي بن أبي طالب بن عليه السلام. يعني الاختيار كان من الله، لا من الرسول. "وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة". الاختيار كان من الله، لكن الرسول بلّغ: "يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك الرسول بلغ بلغ قولا وعملا التبليغ القولي بدا من مكه حينما نزلت الايه الشريفه وانذر عشيرتك الاقربين فدعاهم الرسول صلى الله عليه واله ثم دعاهم الى الاسلام وقال ما معناه انه من يتبعني يكون خليفتي فلم يجبهم فلم يجبه منهم احد الا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام، وبعد ذلك تواتر من رسول الله التبليغ القولي الى ان وصل الى منى في حجه الوداع السنه العاشره من الهجره. رسول الله صلى الله عليه واله ايضا خطب في منى في جموع المسلمين الذين اجتمعوا من مختلف مناطق الجزيره العربيه، وهناك بلغ قولا ايضا، وحينما رجع الرسول صلى الله عليه واله من مكه في طريقه الى المدينه في الجحفه توقف في مكان فيه غدير وذلك المكان كان يسمى خم، فالمنطقة تسمى باعتبار هذا الغدير تسمى غدير خم. وهناك بلَّغ عملاً بأن أخذ البيعة لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام من الذين كانوا معه من أهل المدينة وأطرافها. وبلَّغهم قولاً أيضاً. حديث الغدير وبيعة الغدير. فإذا حينما قبض رسول الله صلى الله عليه واله ما كان يستطيع أحد أن ينازع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الحجة. وإنما الذي حدث حدث انقلاب. وهذا قد يحدث كما حدث في الأمم السابقة موسى عليه السلام غاب عن قومه أربعين يوماً وقال لهارون عليه السلام: اخلفني. وقال موسى لأخيه: هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لكن حينما غاب موسى عنهم أكثر من ثلاثين يوماً انقلبوا على هارون، انقلبوا في أي شيء في أصل التوحيد. وهارون لم يكن قاصراً. كان نبيا من انبياء الله، كان شجاعا، لكن التزم وصيه موسى عليه السلام اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي، يعني هارون مع انهم انقلبوا على التوحيد لم يجرد السيف امامهم، لان وصيه موسى كانت بذلك. وهكذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، مع أنهم في الظاهر لم ينقلبوا على التوحيد، ولا انقلبوا على النبوة، ولم ينقلبوا في الظاهر على القرآن، وإنما انقلبوا على علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فأمير المؤمنين أخذا بوصية الرسول صبر لكن صبره ليس معناه أن لهم الشرعية فيما فعلوا كما أن صبر هارون لم يكن معناه أن لبني إسرائيل الشرعية فيما فعلوا إذا فأمير المؤمنين كان أولى الناس بالناس وهذا أيضا منطوق حديث الغدير ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه أمير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بقي ثلاثين عاما فلما اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره واستشهد في محراب مسجد الكوفة في شهر رمضان صائما مصليا. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هل كان بإمكانه أن يجعل الإمامة في سائر أولاده غير الحسن والحسين؟ مثلا يجعلها يجعلها في محمد ابن الحنفية مثلا أو يجعلها في العباس ابن علي عليه السلام أو في سائر ولده ما كان له ذلك لماذا؟ لأن اختيار الإمام ليس بيد أحد إلا الله سبحانه وتعالى حتى الرسول هو ما اختار وأي إمام لا يختار الإمام الذي بعده الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار فإذا كان الله اختار وهذا قضاء محتوم من الله غير قابل للتغيير ليس لاحد من البشر حتى اذا كان رسولا او اماما ان يغير ما حتمه الله سبحانه وتعالى لان الرسل والائمه عبيد مربوبون لله سبحانه وتعالى لا يفعلون شيئا خلاف ما يريده الله سبحانه وتعالى لنفرض لو ان امير المؤمنين اراد ان يفعل ذلك الحسن عليه السلام كان يقول إن ما نزل فيك فيك نزل فينا أيضا آية التطهير كما نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام نزلت في الحسن كما أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة علي عليه السلام في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمر بطاعة الحسن أيضا كما أذهب الرجس عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام أذهب الرجس عن الحسن الآيات القرآنية التي وردت في أمير المؤمنين وفي إمامته أيضا وردت في الحسن عليه الصلاة والسلام لأنه من أهل البيت عليهم السلام الذين نزلت فيهم الآيات والرسول أيضا بلغ هذه الآيات وبلغ معانيها كما بلغ فيما يرتبط بأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام بلغ فيما يرتبط بالحسن لأنه أدخله في الكساء كما أدخل علي عليه السلام في الكساء زين أمير المؤمنين استشهد النصوص القرآنية وتبليغ الرسول كما كانت في الحسن كانت في الحسين أيضا لكن الحسن هو الأولى لأنه أكبر وقد مر فيما مضى أن الإمامة في الأكبر زين الحسن عليه الصلاة والسلام مدة إمامته الظاهرة عشر سنوات فلما سُمَّ الحسن وقبضه الله سبحانه وتعالى هل كان يمكن له ان يصرف الامامه من الحسين عليه السلام الى اولاده كلا لماذا لان الادله القرانيه وتبليغ الرسول صلى الله عليه واله كما كانت في الحسن وكما كانت في امير المؤمنين علي عليه السلام كذلك كانت في الحسين. فلا يجوز ان تصرف عنها الامامه مع ورود الايات القرانيه وتبليغ الرسول صلى الله عليه واله. زين هسه اذا واحد يجي يقول الايه الشريفه تقول واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. ماذا يجاب عنه؟ اولاد الحسن اقرب الى الحسن. من أخيه الحسين عليه السلام، حتى في الإرث هكذا، ابن الميت أقرب للميت من أخيه، لأن بين الأب والابن اكو نسب طولي، لكن بين الأخوين النسب عرضي، يعني يجمعهما أبٌ وأم، فالابن أقرب من الأخ، فلماذا الإمامة وصلت إلى الحسين ولم تصل إلى أولاد الحسن بعد الإمام الحسن عليه السلام؟ الجواب على ذلك أن أولي الأرحام الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولاً هذه أصلها في رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أقرب إلى الرسول هو أولى بالإمامة، سؤال من الأقرب إلى الرسول؟ هل الحسن أقرب إلى الرسول؟ والحسين أم أولاد الحسن؟ الجواب الحسن والحسين هما أقرب إلى رسول الله من أولاد الحسن. بين الحسين ورسول الله واسطة واحدة هي فاطمة سلام الله عليها. وبين أولاد الحسن وبين رسول الله واسطتان الحسن وفاطمه ثم رسول الله صلى الله عليه واله، فالحسين عليه السلام اقرب الى رسول الله صلى الله عليه واله من اولاد الحسن عليهم السلام، فالايه تشمل الحسين ولا تشمل اولاد الحسن عليهم السلام. وعليه السلام هذا اولا. ثانيا اية واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، الايه اللي في سوره الاحزاب مو الآية اللي في سورة الأنفال، لأن هذه آيتان، وقد ذكرنا فيما مضى تفصيل ذلك. آية الأنفال ترتبط بالإرث. وآية الأحزاب ترتبط بالإمامة. هذه الآية اللي في سورة الأحزاب عامة. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لكن يمكن تخصيص العام. عام قرآني يخصص بآية أخرى الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول مثلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير بعد ذلك الآيات الشريفة أضافت إلى المحرمات أشياء أخرى. ما هو هذه الإضافة؟ تخصيص لآية لا أجد في ما أوحي إليّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً إلى آخر الآية. هذه الآية تقول كل شيء حلال، آيات أخرى تخصصها تخرج بعض الموارد الأخرى. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله. هذه عامة كل من هو اقرب للرسول صلى الله عليه واله هو اولى بالامامه وكل من هو اقرب للامام السابق هو اولى بالامامه. في مورد واحد الايه خصصت حينما الحسن عليه السلام كان اماما بعده الامامه انتقلت الى الحسين عليه الصلاه والسلام تخصيصا في هذه الايه فكان الاخ اولى من الابن في الامامه بالتخصيص من وين علمنا هذا التخصيص بايه التطهير من ع... وين علمنا بهذا التخصيص من احاديث الرسول صلى الله عليه واله زين وصلت الامامه الى الامام الحسين عليه الصلاه والسلام بعد ذلك لا تخصيص في هذه الايه حينما استشهد الحسين عليه السلام من اقرب اليه؟ أولاد الحسن عليه السلام، أولاد العباس مثلاً أو أولاد الحسين؟ أولاد الحسين أقرب إلى الحسين من أولاد الحسن. فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. صحيح أولاد الحسن وأولاد الحسين نسبتهم إلى رسول الله صلى الله عليه واله نسبة واحدة. لكن اولاد الحسين اقرب الى الامام السابق ايضا اللي هو الامام الحسين. فلذا الامامه صارت فيهم. وهكذا كل ابن اولى بابيه من سائر الاشخاص، والابن الاكبر كما ذكرنا فيما مضى. ثم صارت من بعد الحسين لعلي بن الحسين، ثم صارت من بعد علي بن الحسين إلى محمد بن علي، يعني الإمام الباقر. الإمام الصادق ها هنا يقطع الكلام، لأنه من بعد الإمام الباقر وصلت إليه، يعني إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. بين القاعدة، هذه القاعدة سارية، يعني بعد الإمام الباقر الإمام الصادق، لأنه أكبر أولاده. بعد الإمام الصادق أولو بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من هو الإمام الكاظم لأنه كان أكبر الأحياء من غير عاهة إسماعيل كان قد توفي في زمان الإمام الصادق كما أن علي الأكبر قد توفي في زمان الإمام الحسين وقد ذكرنا أن الإمام أكبر الأبناء الأحياء من غير عاهة عبد الله الافطح كان فيه عاهه فيه فطح فلم تكن الامامه اليه. وهكذا من بعد الامام الكاظم الامام الرضا، من بعد الامام الرضا الامام الجواد، من بعد الامام الجواد الامام الهادي، هؤلاء كلهم اكبر الابناء الاحياء حين وفاه والدهم. ومن بعد الامام الهادي الامام العسكري، ومن بعد الامام العسكري الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فاذا هذه آية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله آية الأحزاب لا آية الأنفال، هذه الآية تدل على إمامة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بشكل عام، وأما أحاديث الرسول بشكل خاص وبشكل عام بالنسبة إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام كثيرة وقد أشرنا فيما مضى إلى بعضها وسنشير فيما يأتي إلى بعضها الآخر. ثم الإمام الصادق بعد أنهى هذا الكلام بعد أن أنهى هذا الكلام يقول وقال الرجس هو الشك والله لا نشك في ربنا أبدا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا شنو معنى الرجس هنا؟ الرجس هل هو مجرد الرجس المادي أو لا يشمل نوع آخر اللي هو رجس أقذر وأسوأ. الله سبحانه وتعالى شاء أن يذهب عن أهل البيت الرجس، الرجس مطلق يشمل جميع أنواع الرجس. سواء كان ماديا أو كان غير ماديا. لذا أبدانهم لا تنجس. أجزاء أبدانهم لا تنجس. كل إنسان مسلم بالموت، وببرد جسمه بعد الموت ينجس جسمه، وبالغسل -غسل الميت- يطهر، لكن الرسول وأهل البيت بالموت اجسامهم لا تنجس، حتى في حديث شريف يسأل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن حكمة الغسل غسل الميت، لماذا يغسل الميت؟ الجواب أنه الميت ينجس بعد أن يبرد جسمه بعد ذلك بالتغسيل يطهر، فقال زين الرسول صلى الله عليه واله بموته لم ينجس جسمه الشريف، فلماذا غسل؟ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أجاب لجريان السنة ما معناه. يعني الحكمة في غسل الميت تطهير جسمه، لكن حينما صدر القانون هذا القانون يشمل الجميع بما فيهم رسول الله. صحيح الرسول لا ينجس جسمه بالموت. لكن الغسل واجب لان هذا قانون عام للجميع هذا مثل ما افرض مثلا الان بين الدول اذا تريد السافر تحتاج لك الى مثلا جواز لماذا وضعوا الجوازات بين الدول حتى الداخل والخارج يكون في علم الدولة، مو كل واحد يدخل مو كل واحد يخرج مثلا، وإذا دخل أحد وخرج أحد تكون في علم الدولة. زين، رئيس جمهورية يأتي زيارة رسمية إلى هذا البلد، ملك يأتي زيارة رسمية إلى هذا البلد، أيضا يأتي بجواز، وأيضا تختم الجوازات. لماذا؟ يقال لأنه القانون عام يشمل الجميع، حتى الحكمة في وضع القانون ما موجودة في هذا المورد، بس ما يصير احنا نستثني في القانون. مثل الإشارة الحمراء الإشارة الحمراء في المرور لماذا وضعت لتنظيم السير زين أن أنت جاي نصف الليل ساعة ثنتين ثلاثة وترى لا تجد أي سيارة لا من خلفك لا من أمامك لا من اليسار لا من اليمين وصلت إلى الإشارة الحمراء لازم تتوقف لو لا نعم لازم تتوقف زين الحكمة التي جعلت تلك الحكمة لأجلها جعل لأجلها القانون والإشارة الحمراء غير موجودة يقال صحيح الحكمة تلاحظ غالب الحالات ثم يوضع القانون للجميع على كل حال فهذا أيضا من مصاديق الطهارة لا تنجس أجسامهم بالموت وإذا وجب الغسل فلجريان السنة على كل حال إلى أن نأتي إلى جميع الأرجاس الظاهرية، الأسوأ منها الأرجاس القلبية، الشك رجس أسوأ يعني أسوأ من يدك إذا كانت ملوثة زين إذا كان قلب الإنسان ملوثا بالشرك ملوثا بالشك ملوثا بالجحد والإنكار هذا أسوأ الإمام عليه الصلاة والسلام يبين أنه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ولو هو عام لكن أبرز المصادق الشك ولذا تشوف بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله هم يرون والعامة يرون أيضا في كتبهم أنه شكوا في رسول الله أساؤوا الظن بالله في بعض الآيات القرآنية وتظنون بالله الظنون هؤلاء لم تطهر قلوبهم من الرجس اللي بمعنى هو الشك فلا يصلح للإمامة هذا الذي يشك في الله ويشك في الرسول في صلح الحديبية أحدهم يقول ما شككت في نبوة الرسول صلى الله عليه وآله كشك بي في ذلك اليوم معناه شنو؟ معناه انه هو دائما كان يشك في الرسول صلى الله عليه واله، لان ما كانت تعجبه مواقف الرسول، لكن في يوم صلح الحديبيه بعد في هذا اليوم شكه ازداد، وكان شكا اكبر من شكه في سائر المواقف، هذا لا يصلح للامام الذي يشك في نبوه الرسول، الذي يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، وقال الرجس هو الشك المقصود بيان ابرز المصاديق. والله لا نشك في ربنا ابدا. المواقف مختلفة، والامتحانات صعبة، والمصائب التي جرت على اهل البيت مصائب كبيرة جدا، ولكن في كل مصيبة لم يعرضهم شك ولا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، وإنما رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما ومعرفة بهم وكذلك أن يوفقنا لاتباعهم، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.